هذا وكان رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بأمانة العاصمة حسن الكابوس قد نفى صحة الأنباء التي تناقلتها وسائل الإعلام عن أن رجال المال والأعمال والغرفة التجارية هم من طلبوا من الحكومة رفع سعر الديزل. وأوضح الكابوس في تصريح لقناة السعيدة أن القطاع الخاص طالب بشراء مادة الديزل من السفن الراسية في المواني اليمنية وبالسعر المحرر من قبل الحكومة ب 150 ريال للتر الواحد حتى لا تتوقف معامل ومصانع القطاع الخاص. لم نطلب من رئيس الجمهورية تحرير السعر أو رفع مادة الديزل يعني على ما هو سعر في السوق، ولكن بسبب انعدام الديزل كنا طالبنا أنه نشتري، مستعدين نحن نشتري بدل نشتري من البواخر الراسيات بالسعر المحرر، يعني السعر الذي هو غير مدعوم، ومستعدين ندفع الدعم عندنا من عندنا لأنها أقل الضررين، أفضل من ما نشتري من السوق السوداء ب 65 ألف ريال برمي، قد أن نشتريه ب 35 أفضل من 65 ألف، وأفضل من أن تتوقف معاملنا ومصانعنا. ولذلك نحن مضطرين أن نشتري الديزل بالسعر المحرر بالنسبة للقطاع الخاص، أما الدولة فهذا شأنها.